وده مع طارق علام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. حلقة جديدة، حلقة متميزة، حلقة من العيار الثقيل من كل أنحاء العالم، حلقة خاصة بمناسبة عيد ميلاد برنامج وعيد ميلادي. كل سنة وانتم طيبين، وأهلا بكم. تابعونا على البث المباشر من خلال صفحتي طارق علام تي في أو صفحة هو ده شاشة المحور. أهلا بكم، وكلمات طيبة بقولها للناس الطيبة اللي بتشوفنا، اللي بتتابع معانا، اللي قلبها أبيض، اللي راضية، اللي قانعة. وأقول القمة وأحسن حاجة عطاء ربنا للعبد مش السعادة، السعادة ده شعور مؤقت وزائل، ولكن قمة عطاء الله للعبد هو الرضا. من هنا ربنا قال لرسوله صلى الله عليه وسلم، ما قالوش ولا سوف يعطيك ربك فتسعد، ولكن قال له ولا سوف يعطيك ربك فترضى. أسكن الله الرضا في قلوبنا وقلوبكم. ربنا سخلنا من الأقدار أجملها، من السعادة أكملها، من الأمور أسهلها، من الخواطر أوسعها، من حوائج الدنيا أيسرها وأحسنها. ربنا يرضيكم ويرضى عنا يا رب. أهلا بيكم، حلقة جديدة مع برنامجنا وبرنامجكم هو ده للسعادة، عنوان ومكان. وتابع معكم من خلال البث المباشر، من خلال الرسائل، كل اللي انتوا نفسكم فيه. ببدأ بعض الأخبار الحلوة الجميلة وحاجات متفرقة، لكن أبدأ بخبر أنا شايف إن هو في المقدمة. نائب رئيس هيئة الإسعاف المصري بيرفض رشوة ب4 مليون جنيه. ده خبر لازم يبقى في الصدارة، لأنه ساعات بنشوف أخبار الفساد لكن دي أخبار عادية، وده الشعب المصري وهو ده. خبرنا الثاني، الشيخ الأزهر بيتدخل في صلح. أم القتيل اشترطت إنها تقابل الشيخ الأزهر، وده بالنسبة لها هو يعني ده الدية، فكانت هذه الصورة الجميلة. الخبر اللي بعد كده، مكان أنا روحته ولازم تروحوه قريبا، هتشوفوا قصر البارون إمبان. الصورة اللي هتشوفوها دلوقتي هي بتمثل صورة أشياء كثيرة موجودة في مصر، بمصر اللي هتشوفوها بشكل جديد في أشياء كثيرة، منها هذا المكان اللي أنا دخلت فيه وصورت فيه من حوالي 15 سنة، قصر البارون. هتشوفه بشكل جديد، بشكل جميل، وده بيدي مؤشر لمصر الحديثة. الصورة اللي بعد كده، تحية للفنانة الكبيرة القديرة يسرى، اللي كانت موجودة في الأوسكار العالمي ضمن لجنة التحكيم، والفن المصري بيواصل تألقه بشدة، وهو ده القوة الناعمة، هي دي القوة الناعمة بتاعت مصر. الخبر اللي بعد كده من الأخبار المهمة اتكلمت عليها، توجيهات السيد الرئيس والبنك المركزي بدأ مع رئيس الوزراء عشان يشوفوا المصانع المتعثرة، وكان في منذ عدة ساعات اجتماع رئيس الوزراء محافظ البنك المركزي عشان المصانع المتعثرة، وهيبقى في بص تشغيل 5800 مصنع متوقف من 2011. أنا أحب المصانع، أحب ريحة المصانع والناس بتشتغل. الخمس آلاف وتمنمية مصنع دول هيشغلوا لك كام بقى؟ 1,000,000 فرصة عمل. بره بتقاس التنمية بفرص العمل. ده من أعظم الإيجابيات اللي هتشوفوها خلال أسابيع بل شهور، خصوصا بيسحب دوت إنه في قضايا موجودة على أصحاب المصانع هتتشال. الصورة اللي بعد كده بقدمها للمسؤولين عن الرياضة في مصر، وانا بصراحة بقدم الصورة دي وانا زعلان. الصورة بتاعت كابتن حسن شحاتة، وبعدين كابتن محمود الخطيب، فاروق جعفر. الصورة دي من طبعا بقالها سنين لما هم كانوا في الملعب، ربنا يديهم جميعا طولة العمر. ولكن اختيار مباريات الاهلي والزمالك مباراتين في وسط المعمعة الافريقية، ده جنبه الصواب، انك هتلعب في الدوري وبعدين تروح الامارات وبعدين ترجع الزمالك ان شاء الله يوم الجمعة، كل مصر معاه، وبعدين الاهلي هيلعب اعتقد مش عارف كان المواعيد تحددت النهاردة قبل الزمالك، هيلعب صن داونز هنا، وبعدين الزمالك تاني يوم يلعب الترجي، وبعدين يسافروا ويرجعوا. كان لازم يبقى ماتش واحد حتى، انما احط ماتشين عشان الناس تسخن مع بعض، ارجو اعادة النظر في ده. ويبقى بعد كده ماتشات الاهلي والزمالك واحتفال الوطنية والحب، والناس تتفرج على الماتش. يمكن الاهلي مش عاوز اقول انه حسم الدوري، لكن في ماتش بعديها بثلاث ايام اربع ايام،
ده هيبقى السوبر في الامارات، هوديهم واجيبهم. بعدين الاهلي يلعب هنا مع سان داونز، احنا عاوزين نحتفظ بكل قوتنا، واتمنى ان ماتش الاهلي مع سان داونز ثم الزمالك مع الترجي يبقى الجمهور 30,000 40,000 50,000 100,000. يا ريت ترجع بقى ايه الرهبه بتاعت الجماهير للفرق الافريقيه اللي يعملوا لنا 100 حساب. اتمنى ده. الخبر اللي بعد كده، منذ عده ساعات حصل حادث، كان في صلاح حسن الله المتحدث، النائب صلاح حسن الله المتحدث باسم البرلمان المصري ورئيس حزب الحريه، ولواء حسن ناجي النائب الرئيس، وكان معاهم شقيقي الدكتور مجدي علام، كان بيفتحوا مقر حزب في السويس، وحصل جم يركبوا الاسانسير. انا كنت اكلم الدكتور مجدي، الاسانسير عماره جديده، طلع باللواء حسن ناجي للدور السادس، الدكتور مجدي قفز من الاسانسير، في حد شده، بعدين نزل بسرعه كبيره جدا من الدور السادس للارض. ف توفاه الله اللواء حسن ناجي رحمه الله عليه، نائب رئيس حزب الحريه. وده بيخلينا يدعونا للمسؤوليه، انه ازاي تجيب شركه اسانسيرات لازم يعرفوا بترخيص مع الحي، مش اي شركه، لازم تعتمد من الحي سابقه الاعمال والموافقه الهندسيه. مش عايزين نحط تعقيدات، لكن ما ينفعش كده، ما ينفعش كده. ده ارواح ناس تكررت هذه الحوادث، زي ما قلنا لكم المواصفات مهمه في كل حاجه في حياتنا، بنفتقدها في اشياء كثيره. اتمنى اعاده النظر في موضوع شركات الاسانسير، البقاء للواء حسن ناجي رحمه الله عليه، بنعزي اسرته. صوره جميله في الدقي من بعض الشباب رسموا بعض الشوارع هناك، اتمنى انه الربيع في مصر يبقى كده. هم هو بعنوان عاوزين نخليها جميله، دي طبعا شكله كده سور مدرسه. هذه الصور بدأوا من خلال البرنامج اللي عندهم بدرات يبعتوا لنا، او من خلال المحور ابعتوا، احنا عاوزين مصر تبقى جميله، يبقى في صور موجهه بشكل جميل. الخبر بعد كده بيسعدني، لانه بعد يناير كنا بنطالب بتطهير العلمين، بقايا بقى الحرب العالميه من مخلفات بتاعه الحرب، كان منها قنابل محطوطه كتير قوي، كلها الحاجات اللي هي المتفجرات دي. الحمد لله القوات المسلحه نظفتها، والنهارده تشوف الخبر ده، الخبر ده منذ يومين، وزير التعليم العالي بيشوف مقر احدى الجامعات الموجوده في العالمين. تخيلوا بقى من المتفجرات لجامعات ومباني وحاجات سياحيه. دي جامعه العالمين للعلوم والتكنولوجيا، دي جامعه دوليه، دي رساله للعالم. احنا بدل النبال، بدل القنابل اللي كنت حاطينها، بدل المخلفات بتاعت الحرب، احنا بنبني للعلم، زائد هيبقى فيه منتجعات سياحيه ترفيهيه، ولكن العلم يهمنا. ده مش هيبقى شتوي، مش صيفي فقط، لا ده صيف شتاء، وده شيء جميل لبلدي. الخبر اللي بعد كده جالنا من ممنوع السفره والنيش، ده في انا نرجو المبادره دي تبقى موجوده في كل مصر، اطلقوها هناك. الصوره الحلوه دي، مش عايزين سفره ولا نيش، يا ريت لشبابنا. اخبارنا السريعه بتواصل معاكم من خلال برنامج هو ده. كورونا بتهز العالم. كان في واحد عامل تعليق عجبني قوي، بيقول لك انه طبعا انا قلت لكم في الحلقه اللي فاتت لازم الحلق ما يبقاش جاف. قال لك انت لازم خمس ست مرات تتمضمض. طب احنا بنتوضى خمس مرات، سبحان الله، ولازم خمس مرات تغسل ايدك. ده راجل امريكاني. طب ما احنا بنتوضى خمس مرات بتغسل ايديك وتتمضمض وتستنشق، سبحان الله. يعني الوضوء هو علاج الكورونا. خلي بالكم ما تخلوش جفاف هنا لاولادكم، انصحوهم يشربوا ميه على طول، سبحان الله. في بعض المشاهد لكورونا في الصين، اضطروا الناس كانت خايفه بقى يخشوا البيوت بالعافيه. هنشوف وانا بتكلم معاكم دلوقتي الاجراءات اهي، دي بتفتش المنازل وبتنقل مصابي كورونا بالقوه. وطبعا الناس اللي هناك في مشاهد انتقام موجوده في الصين بشكل عنيف جدا، وكل العالم بيتكلم عليها، لكن ربنا يحفظ مصر. الحمد لله ماشيين في خطوات سليمه، الحمد لله. ادعوا لمصر بالستر. الخبر بتاعنا دلوقتي
من الحاجات اللي الريس بعتبر ان الصورة دي اثناء زيارته لعزبة الهجانة، دي صورة الاسبوع. الريس لما راح هناك بشكل مفاجئ، في الصورة في دايرة من ورا كان احد الاصدقاء اشار اليها، في طفل ماسك سميت ورا في الصورة دي، لو تعرفوا اجيبوها يا جماعة زم ان نشوف زيارة الرئيس. دي صورة الاسبوع، دي مصر، ده المسؤول الكبير اللي هو رئيس مصر لما بيروح بشكل مفاجئ، يروح ناس يزورهم ويشوف عزبة الهجانة اللي احنا كنا بنروح هناك ونقول امتى يجي وزير او رئيس وزارة، لان مشاكلها كانت متخمة ومنها مشكلة الكهرباء. انما الصورة لما كبرت بص الولد واقف، ده طفل ماسك سميت ورا، دي صورة الاسبوع بين ايديها للاصدقاء وغير الاصدقاء، اعرفوا دي المصداقية. ودي زيارة مفاجأة وتحية لسيادة الرئيس، ربنا يديله الصحة. الكلمة الاخيرة بقى، لان احنا يعني ما تيجي تحتفل ونتكلم على الكورة وتتكلم على الفن ليه تمن، التمن ده من ولادنا، دم ولادنا، التمن ده بندفعه كل اسبوع، دول الشهداء اللي بنقدم لهم تحية ليهم لأسرهم، بنقول لهم معلش، دي ضريبة الدفاع عن الوطن. لما سمعتوا حاجات كتيرة والوطن والحاجات ومش عارف صفقة ايه، لما ولادنا واقفين وجيشنا واقف قادر قوي، محدش هوب ناحية متر في أرضنا، وده التمن، التمن الناس الأبطال. عشان كده في خبر نزلته وزارة الداخلية النهاردة بقتل 17 مجرم، والعين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم، ده أقل حاجة بنقدم هذه الصورة لأسر الشهداء حقهم جه بأسرع وقت. قواتنا المسلحة والشرطة المصرية اصطادت هؤلاء المارقين الخارجين، أبدا لن ينال أحد من قوة وعزة مصر. في ختام الفقرة الأولى من البرنامج نقدم تحية لروح الشهيد، شهداء اللي استشهدوا بالأمس، لا أملك الكلمات اللي تديهم حقهم، لكن شفت صورة نقيب شاب وملازم أول شاب، وإحنا في بعض الناس بتحفل على بعض عشان أهلي وزمالك ومش عارف شاكوش وحمو بيكا، لا في حاجات مهمة، في ناس مهمة في حياتنا، دول أهم ناس. تحية للشهيد من خلال قناة المحور وبرنامج هو ده. رجعنا معاكم مرة تانية من خلال برنامج هو ده، والنهاردة احتفال خاص بعيد ميلاد البرنامج، عيد ميلادي، كل سنة وانتم طيبين، وتعودتوا بنطلق مبادرة من خلال هذا الاحتفال اللي احنا نسعد اهالينا. المبادرة أنا بعيشها من سنين، يكون عندك مناسبة عيد ميلاد ابنك أو بنتك، ليه ما تروحش مثلا دار أيتام، ليه ما تروحش مستشفى، خد ولادك وجيب بعض الهدايا، مش هقول لك زكاة لا، ده هي مشاركة مجتمعية، هي حاجة كويسة. عشان كده أنا سعيد بالمشاهد اللي هنشوفها، لأن أنا بعيش مع الناس دي أحلى وقت، سواء مثلا أطفالنا الأيتام أو متحدي الإعاقة أو مع الأهالي. بنتكلم على الشهر الجاي بعد عدة أسابيع عيد الأم، أرجو كل واحد روح حضور المسنين، لو كل منطقة عملت كده مش هتلاقي واحد حزين. خدكوا ونروح، احتفالي هو احتفال مع الناس، الناس تفرح بيكوا وبنفرح بيهم في نفس الوقت. النجاح دوت أو الحب الناس لحاجتين، أنا نجحت من خلال برنامج كلام من ذهب، من خلال التلفزيون المصري اللي بقدم له كل تحية، واتمنى وانا شايف في تطوير انه التلفزيون المصري، لعندك صوره يا جماعه لمبنى التلفزيون عشان انا بحب هذا الجهاز، هتشوف النهارده مشاهد من كل العالم، الناس بتهنيني وبتهني البرنامج بعيد الميلاد، ده نجاح للتلفزيون المصري في البدايه، ودي الصوره الاولى والتحيه الاولى. وطبعا كل اللي ساعدني في مشواري بدايه من امي الله يرحمها سهير الاتربي، و وحسن رزاز والاستاذ ابراهيم عكاشة، فريق كبير قوي ساعدوني، يعني مش عاوز اقول مين ولا مين، طبعا اسرتي في المقام الاول بعد توفيق ربنا. والمكان الثاني اللي بحييه قناه ده التلفزيون اهو، اللي اتمنى ليه كل نجاح، اتمنى ليه انه يعود ويكسر الدنيا، وانا شايف فيه تطوير وحملات كبيره في قنوات كثيره،
من هنا يعني بقول يا رب ربنا يكرم مبنى التلفزيون اتحاد الاذاعه والتلفزيون ويرجع يبقى في المقدمه كما عودنا. الشكر الثاني لقناه المحور اللي بدانا فيها هذا البرنامج. انا بدات في قناه المحور من سنوات طويله، ولكن بنستكمل المشوار من خلال هو ده من 2017 لغايه دلوقتي. فكل الشكر لرئيس مجلس اداره والعضو المنتدب الدكتور حسن راتب وكل الناس اللي بتشتغل هنا قناه المحور، بشكرهم. واللي هتشوفوه دلوقتي من كل العالم الناس بتهنينا، وناس مش عارفه حافظين اسم برنامج يقول لك هو ده، ده سعاده ليا وسعاده لقناه المحور. يعني ده نجاح للمحور، والبرنامج اختير السنه دي في استفتاءات كثيره كاحسن برنامج، لكن الاستفتاء الحقيقي انك تشوف واحد ويسلم عليك. نبذل مجهود كبير خصوصا البرنامج حلقه واحده. فالشكر كله لربنا اولا، وكل اللي بيشتغل معانا خلف الكاميرا واللي بيساعدونا، والشعب المصري العظيم الكبير وكل الجاليات المصريه اللي في كل العالم. اول لقطه بقدمها احتفال، بحتفل مع الاطفال في مكان بحبه، في معهد شل الاطفال قدامه في جمعيه وعمرها من عمر شغلي، لان بداناها مع سيده فاضله رحمه الله عليها، وعملنا نادي كان اسمه نادي الياسمين. كل مكان في مصر اجتماعي شاركت فيه بحس بذكريات. نبدا بهذا المكان، نادي الياسمين، جمعيه رعايه مرضى شلل الاطفال. تعالوا معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. معزم شاهدين، المكان ده انا بحبه، المكان ده بعتز بيه، بحس ان هنا بيتي. جمعيه مرضى شلل الاطفال السلام عليكم. انا عارفك، انت مين؟ ام رمضان. ام رمضان. ام رمضان. كلمني مين؟ تكسرت عامله ايه؟ القمر دي اسمها ايه؟ المنظر الحلو ده. السلام عليكم. دي بوس. دي بوس. لبسه. لبسه الورده ده. كل سنة وانتم طيبين. كلكم معايا؟ طب نقطع التورتة؟ تعالى يا حبيبي. ده أحلى احتفال ده ولا إيه؟ إزاي؟ اسمك إيه؟ اسمك محمود. أنت من هنا في الجمعية؟ أه بس. ماشي. إزاي؟ إزيكم يا شباب؟ إيه رأيكم في الأولاد الحلوين دول؟ دول مؤسسة حياة تبع جامعة المستقبل، الحبيبي خالد العزازي ودكتور رندا رزق. بكل التحيات. انتوا هنا بقالكم قد ايه؟ احنا هنا من الساعة 12. مبسوطين معاهم؟ طبعا. طب هنقطع التورتة، ايه رأيكم؟ نقطع التورتة؟ أنا بشكر إبراهيم أمين بعت لي التورتة دي. إيه؟ طب يا اولاد كل واحد يقعد على الترابيزه بتاعته عشان اديكوا الهدايا. يلا يلا كل واحد على الترابيزه بتاعته. انت اللي جبتي الورد؟ انت حبيبتي، بحبك قوي. اسمك ايه؟ شانا. حبيبتي قوي. وانت هتاخد الورد تاني؟ جيب الورد بقى ليكي. جابت لي ورد وخدته. ازيك يا حبيبي، اسمك ايه؟
يوسف. جو حر يا عم. يلا عادوا الولاد عشان يطلع لهم الدنيا. لا يلا بشكرك والله. ولادك عاملين ايه؟ حلوين. عندك كم ولد؟ انا ام احمد ده. عارف ده الحمد لله عندي ولد. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب. عندي ولد وبنت و اصل انتوا 100 اسره تبع يعني. هنا اولاد ما بيتكلموش. طب قولي لهم بحبكم قوي ومبسوط ان انا معاهم كل سنه. ترجمه اشاره: كل سنه بحب اجي هنا في جمعيه مرضى شلل الاطفال هنا في نادي الياسمين. بحيي ابراهيم امين وكل الاسره اللي هنا دي، اسرتنا الكبيره الحلوه. مؤسسه حياه ما بتوزع معانا بعض الحاجات، واحنا هنطلع اقول ايه مكافئات ماليه يعني، بس انا مبسوط ان احنا مع اولادنا النهارده. هنا في كم اسره؟ اول ترابيزه كم اسره؟ اسمك ايه؟ اسمي محمد. ازيك يا محمد؟ عندك كم سنه؟ عندي شكرا لكل اللي بعتوا لنا دلوقتي من خلال البث المباشر، هو ده من خلال المحور. وكل سنه وانتم طيبين. اكرر في عيد ميلاد برنامج هو ده، بشكر قناه المحور واشكر كل اللي بيتواصلوا معانا من كل العالم. والحمد لله في بعض الفقرات اللي صورناها في هولندا، في فرنسا، في المانيا، في دول كثيره، في الصين، في تايلاند كان ليها صدى كويس، وكمان صورت حاجات في امريكا. انا بشكر كل اللي بعتوا لنا فيديوهات وبعتوا لنا على الصفحه بتاعتي او من خلال هو ده شاشه المحور، ونشوف بعض التهنئه اللي للبرنامج او ليا هو ده نجاح لقناه المحور. تعالوا معانا، واكرر انه يا ريت في احتفالاتنا نخرج نروح في مكان يبقى فيه خير، بدل ما تسعد ابنك بس هتسعد مجموعه اطفال. شفتوا الاطفال كان شكلهم عامل ازاي؟ تعالوا معانا نروح نلف العالم. وشكرا لكل اللي بعت لنا الجاليات المصرية، نشأة زنفل وصالح أبو قير في أمريكا، من ألمانيا علاء ثابت، من فرنسا عادل وكريستين، من نمسا، من السعودية سعيد أبو ظهر عمل معنا شغل جامد، وفي مجموعة فنانين هتشوفوهم، فنان كبير سامح سرت، مش عاوز أحرق الفقرات، من كل حتة. تعال نشوف الفيديوهات وأكمل معكم. بنقول للاستاذ طارق علام كل سنه وانت طيب طيب، ويا رب كده تكون دايما داعم لمصر واهلها، وتحيا مصر.
الجالية المصرية في أمريكا. تحية مصر. تحية مصر. عايزين نعيد على واحد حبيبنا ونقول له كل سنة وأنت طيب وحبيب المصريين كلهم. أستاذ طارق علام كل سنة وأنت طيب، بنمسي عليك من نيويورك من محل ابن حميدو، أنا وأستاذ محمد أبو قير. وعايزين نقول لك كل سنة وأنت طيب. طبعا من هذا الصرف العظيم للصرف الرياضي لأن شاء الله أستاذ طارق علام في محافظة الشرقية. قلنا المكان ده كل سنة وأنت طيب، ويجعلكم ميزان حسناتك يا رب، وكل عام وأنت بخير، وعيد ميلاد سعيد إن شاء الله عليك وعلى رسول الله. تحياتنا من باريس وكل سنة وانت طيب لطارق علام، وتحيا مصر وكل وانت كل سنة وانت طيب لطارق حبيبنا، وطارق علام هو ده هو ده، وتحيا مصر وقبل السنة. سالوت عائشة، سالوت ايجيبت، بان غرو بيزو دو ليل دو فرانس، بلان بون شوز، ا تري بون انيفرسير طارق. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. مسٹر طارق علام، ہم تمام ہندوستانیوں کی طرف سے آپ کو نیا سال مبارک. مسٹر طارق علام کل سنہ طیب. استاذنا المبدع الفنان استاذ طارق علام، كل عام وانت طيب وبصحه وبخير يا رب، حضرتك واسرتك بالكامل. وطبعا احنا افتكرنا عيد ميلادك وافتكرناك في مكه قبل عيد الميلاد، لان احنا كنا بادئين قبل عيد ميلادك بحوالي اسبوع، والاستاذ دعا لك واحنا دعينا لك في مكه، وبنكرر الدعاء في المدينه يا رب يكون من نصيبك، وان شاء الله السنه الجايه نحتفل مع بعض في عمره ان شاء الله موفقه. حبيبي طارق، من جوار مسجد سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، بنبعت لك تهنئة بعيد ميلادك، وأقول لك كل سنة وانت طيب، وربنا يجعل السنة دي بداية لأجمل سنوات عمرك، تكون كلها سنوات مليئة بالحب، مليئة بالنجاح، مليئة بالتفوق. حبيبي تروق، كل سنة وانت طيب. أنا في السعودية وإن شاء الله أول ما أجي أقول لك كل سنة وانت طيب. حبيت أعيد على الزميل طارق علام في مصر وأقول له كل سنة وانت طيب بمناسبة عيد ميلاده، وإن شاء الله عقبال سنين عديدة بالمزيد من النجاح والتألق.
طبعا في كل عمل بيبقى فيه زميل موجود فيه، نشوف الفيديو بتاعه عشان ما كانش ينفع الفيديو ده لما يكون فيه بيومه فؤاد. بيومه فؤاد في السعودية مع أحمد مكي بيعمل مسرحية وبعت لي الفيديو ده، بشكره، بشكر كل المصريين اللي شفتوهم وحتى الأجانب اللي بيقولوا هو ده، أنا بشكرهم. يعني أنا سعيد بنجاح البرنامج ده، معناه نجاح قناة المحور إنها وصلت في أمريكا، في ألمانيا، في هولندا. هي نجاحها من سنوات، عاملة شغل كبير، وفريق العمل اللي موجود منذ بدأت يعني إطلاقها من سنوات طويلة بشكرهم، واسم المحور كبير وباين الناس اللي بتقول هو ده. أنا سعيد جدا. هنشوف بيومه فؤاد اللي بشكره، تعالوا معانا. أستاذ طارق علام، كل سنة وأنت طيب يا حبيبي، عقبال 100 سنة، أنا بحبك جدا وبحترمك جدا، يا رب إن شاء الله نلتقى على خير دايما كده. بيومه فؤاد، كل سنة طيب يا حبيبي. شكرا بيومي، مفيش عمل يكون فيه بيومي. شكرا بيومي، شكرا ليكم. ونتواصل معاكم دلوقتي برضو، بنكمل فرحتنا احتفال. يكون عندك مناسبة احتفل في مكان ويا ريت تسعدهم أكتر. ده اللي عملناه في دار اسمها دار مهاني، من الحاجات اللي أنا المناطق اللي بحب أروحها في إمبابة، دار مسنات ومسنين. تعالوا نعيش اللحظة برضو، قطعنا تورتة وشفنا الناس لكن بوجهة نظر تانية. احنا داخلين نحتفل بعيد الأم، روح سلم على الناس. طبعا لو انت والدتك او والدك هناك سلم عليه، سلم عليها. تعالوا معانا دار ام هاني في امبابة، تعالوا معانا. ايه بيزغرطوا ليه؟ في السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ازيك يا حاجه؟ ازي صحتك؟ ازيك؟ عامله ايه؟ كويسه؟ ده اتحسنتي؟ السلام عليكم، ازيك يا حاجه؟ تعالي اقعدي. دار ام هاني انا بحبها وكل سنه لازم اجي هنا اهو. ازيك يا حاجه؟ ازيك؟ 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 انت عامله ايه؟ أعزائي المشاهدين، دايما في هذه الأماكن بحس إن فيها ملايكة، بحس إن دول أسرتنا الكبيرة، الناس اللي افتقدت الابن والبنت والجار والأخ والأخت والعم، حاجات كتيرة قوي. أنا جايين هنا نقعد معاهم، جايين نحتفل معاهم بلحظة حلوة. أرجوكم أي حد بيحتفل بالمناسبة، شوف أقرب دار للمسنين، أقرب دار فيها أطفال. الابتسامة بيبقى وراها فيه، مش عاوز اقولها، فيها كسرة عاوزين نضيعها، ممكن نضيعها. ممكن كل حي فيه دار تبقى منورة ومليانة شباب، مليانة ورد، مليانة ناس. ببدأ الكلام لسه بقول ازيكم وانا داخل بتزغراتي بتاعتي ليه؟ لا والله ما فيش حاجة، لا والله ما فيش. انت هنا بقالك قد ايه؟ لا بقالي 5 أشهر. 5 أشهر؟ اه. ولادك فين؟ موجودين. بيقولك؟ عندي بنتين. اه بيكون. اخر مرة شفتيهم امتى؟ لا لسه النهارده. النهارده طبعا في ابتسامه. لا ما فيش حاجه. نفسك تفضلي معاهم؟ ها؟ مع مين؟ مع اولادك. لا لا هنا. الورده جايبها لمين؟ وراح فين؟ الاخ الكريم الحلو الجميل اللي بيرحبنا كل كل شويه، ما بينساناش خالص. لا ربنا ما ينساش حد، بس انا انا بحس ان دار ام هاني هنا بالبساطه اللي فيها في امبابة، الناس الجميله دي يعني. ما تيجي تقطعوا معانا التورته كده، اقفوا. وعاوز مدام داليا، تعالي تعالوا اقفوا يا جماعه، تعالي مدام داليا. بصوا، عيد ميلادي بحب في 57، بحب في جمعية مرضى شلل الأطفال،
بحب في قارة الغار ولادنا هناك، بحب كمان دار مهاني في دار أنا إنسان، عدت أماكن عندي 15 مكان مش عاوز أطلعهم كلهم، بس أرجوكم دي سنة حسنة روحوا لأهالينا وناسنا الناس الحلوة دي. تعزي تقولي بقول لا إله إلا الله، نورتنا وكل سنة حضرتك طيب وربنا يخليك لنا. أنا عاوزك تاخدوا نوركم كده، تعالوا كده، تعالي تعالي قرب عليك. داليا قولي لي في كم، يعني مش عاوز اقول ستة، اقول كم ام هنا وكم اب؟ في 35 سيدة و15 راجل. الاسعار رمزية؟ الاسعار رمزية، عندي بتبدأ من اول، عندي 5 حالات بالمجان خالص، عندي 5 حالات تخفيض، والباقي من اول 200 لغاية 650. يا ريت يقول 35 بالمجان، يا ريت. بس انت اهل امبابة القريبين من هنا الساحل كل مناطق، تعالوا شوفوا اهلينا وناسنا هنا، عشان دي لحظة حلوة مش هتحسوها لما تقف مع كل أم هنا. كل أم عندها أسر، مش أسرة واحدة، أولادها وأخواتها وجيرانها سابوا كل ده وقاعدين مع بعض بيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وربنا يحسن ختامنا جميعا. أنت ماسكة الورد وسرحتي فيه. لا أبدا، في ربنا الحمد لله. قولي تقولي احمدي ربنا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. حضرتك قولي. والله يعني مبسوطين ان احنا شفناك. والله المفروض يبقى في لجان خاصه للامهات دول المسنين مع وزاره التضامن، تتكتب المشاكل سواء في المعاش سواء في الصحه، ويحصل تنسيق مع وزاره الصحه، لان الناس دول لا حول ولا قوه. لسانة وانتي طيبه يا مامتي، وده الايام ميرفت. قلتي لي حكايه عاوزه اقولها في دقيقه، يعني زعلانه من بنتك؟ قولي. يعني مدت ايدها عليا يعني رمت حاجتي على السلم. هي متجوزه؟ متطلقه وجت قعدت معايا، انا حبيت ان انا مش عارف اسمك ولا باسم مين؟ اسم جوزي متجوزه فيها. بس انا ما بتمنى لها الموت النهارده قبل كمان شويه. ليه؟ لا لا، الام دايما متسامحه، بس فرصه يعني اللي عمل غلطه زي دي ارجع فيها. الست دي طيبه، ولكن الحاجز اللي اتحط ده ادعو الله انه يروح. يعني ممكن حاجه ثانيه بعد ما شفناها دلوقتي السنه اللي فاتت لما راحت العمره اتحسنت، وريني ايدك في اليمين كده سلمي عليا. ده احنا اتحسننا قوي. عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله. طب انت اتكلمتي في مكه هناك؟ قولي يا رب. حد من ولادك جالك؟ يعني بعد ما زينا الحلقه ورحت السعوديه ورجعت ما حدش جه يزارك؟ انت ابنك نفسي نفسك ابني كبير قدك كده نفسك يجي يزورك يعني؟ لا بيزوروني. مبسوطه وتمام؟ الحمد لله. يعني هنا برضو كل القصص مش كلها غامقه، مش كلها مآسي، ولادك تمام يعني؟ الحمد لله. الحمد لله. ومبسوطه وسعيده وراضيه وقانعه بتقول الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. اللي ليه والده او والد روحوا زوروهم، دول ناس خصوصا اللي هنا اللي في الاماكن دي دعوتهم مع ربنا فيها شيء من انت ظالم والدتك مهما كانت ظروفك، انت ظالم والدك. يا رب ربنا يسامحك. احسن عمره رحتها اللي تبع حضرتك، مش بجاملك والله. نشكر اللي بيساعدونا في العمره، ربنا يجازيهم خير. هو ده اكمل معاك.
بنكمل معاكم الرحله، رحله مع الانسان، مع الانسانه، مع الروح، الناس اللي شقت، الناس اللي تعبت، ونقول مش حسن الختام، لا دي اجمل مرحله، المرحله الناس بره بتحتفل بيها. عندنا بتحصل ظروف احنا متقبلينها ولا لا؟ مش كده، وانا داخل دار مهاني يبقى عندي استعداد خاص لمثل هذه المواقف اللي بقول عليها انسانيه فيها شديده الخصيه، وممكن الكلام يضايق الابناء او مثلا زوج البنت، بس دي الحقيقه. لازم نقرب من بعض اكتر، لازم نحتفي بالام بالاب. اولا انا سعيد ان انا معاكي. الله يخليك، شكرا. الله يخليك، وقعد معاكي. انت عاوزه تقولي ايه؟ نورنا والله. اسمع ركي، توحيده محمد. انت هنا بقالك قد ايه؟ انا هنا من شهر 6. طيب ده انت ما كملتيش يعني. ما كملتش. كان بقى 7 شهور 8 شهور. بس الاستاذ داليا بصراحه يعني ست ممتازه. قولي انت زوجك والابناء موجودين؟ انا منفصله منه حوالي 15 سنه، او العمر كله يعني، طول عمري عند والدتي. وانا اللي جوزت العيال، اللي هو ملوش دعوه باي حاجه خالص. هما كانوا قاعدين معاكي وانت شقيتي وتعبتي وجوزتي. كام ولد وكام بنت؟ معايا ولدين وبنت. بنت متجوزه. والولد متجوز، وولد فشل في حياته عشان ظروف الحياه. بس يعني كل شيء كان عليهم والله، وجوزتهم الثلاثة ما عرفش عنهم حاجة. وبعد كده كل واحد راح لحاله. لا ما برتاحش معاهم، كلهم عايزين نقعد معاهم بس أنا ما برتاحش. جوز بنتي ولا مرات ابني، ما برتاحش مع حد. طب البيت اللي أنت كنت قاعدة فيه بقى بتاع والدتك؟ مش أنا من زمان، مش أنا من زمان، أنا والعيال. حسيتي بعد الرحلة دي والعمر ده انك بنيتي في الهوا ولا عملتي حاجه صح؟ الحمد لله، هو واحد بس اللي فشل. الحمد لله. فشل ليه؟ ظروف الحياه والمصاريف والايجار وكده بعد ما اتجوزت. هلا طب قولي لي، يعني الولاد بيجوا لك وكله تمام الحمد لله؟ بيجوا لي. مبسوطه هنا في البيت؟ الواحد عشان هو ما كانش راضي ان انا اجي هنا، انا بروح لهم كل كام شويه بشوف العيال. بس هو كان معترض انك تقعدي في دار مسنين؟ وواحد برضو بس بيجي لي، ده بيجي لي كل جمعه. عندك كام؟ تلات ولاد وبنت؟ عندي ولدين وبنت. والبنت انا بروح لها او هي بتجي لي. هي جات لي مره هنا وساعه مره واحده. لا ما عشان معايا عيل صغيره ومش قاعده هنا، قاعده بعيد. انا طيب؟ انا بروح لها الحمد لله، الحمد لله ربنا رضى وانا بقى. نفسك في ايه النهارده بقى؟ برنامج هو ده واحنا جايين. هل امنيات قبل عيد الام؟ طول عمري نفسي اقابلك. انا سعيد اني قابلتك والله. والله طول عمري بحلم طول عمري ان انا اقابلك. نفسي اطلع عمر. نفسك تطلع عمر؟ قول يا رب، كلمي ربنا كده. يا رب قول يا رب. ايه نقولي؟ يا رب يقبلها مننا يا رب، ويكرمنا ويكرمك يا رب. نفسي اطلع عمر يا رب. نفسي اطلع عمر يا رب. اذا طلبت فاطلب من الله. مبروك مع برنامج هو ده. الست الطيبة الجميلة بتكسب معانا رحلة عمرة. ألف ألف مبروك، مبروك ليكي بخت الورد مع برنامج هو ده. اللهم صل على سيدنا محمد. كان ختام الفقرة كلها بأحلى حاجة، زيارة لمكة وزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم. ابعتوا لنا على طارق علام تي في قصص التكريم والحب. كرم والدتك وكرم والدك، قول لنا بس القصة ايه والاسباب ايه في السطرين على الخاص، ورقم التليفون. نواصل معاكم كل اسبوع ان شاء الله في رحلة عمرة ان شاء الله. وبحيي اهالينا اللي شفتهم في دار المسنين، دار المهاني. وكرر مرة ثانية ارجوكم، لو كل حي فيه دار بالنسبة للاطفال او مسنين، انتوا اللي هتخلوها تبقى حلوة، انتوا اللي هتخلوها تبقى عمرانة، تبقى منورة، تبقى دافية بالحب بحاجات بسيطة. محتاجين ايه؟ هتجيب شوية حلويات تقعد تسلم عليهم، هتجيب وردة، دي اهم حاجة. اكمل معاكو انفرادات برنامج هو ده بعد الفاصل. الشهيد اللي طالبنا بسرعة الفصل في قضيته في طنطا، اللي حصل اسرار كتيرة بنقدمها، فقرات كثيرة مع برنامج هو ده. فاصل ونكمل معاكو الحلم، تعالوا معانا. امي احبك بالله يا ابني. انت على خير والجدعانه والشهامه. عفونا عن بعضنا. النجم طارق علام. <تصفيق>
رجعنا معاكم مرة تانية من خلال قناة المحور وبرنامج هو ده، في يعني دخلنا في ملف العنف وبنقدمه ونقول نخلي بالنا لكل واحد في البيت ممكن تحصل مشكلة لموها، والجيران لما بتحصل حاجات كبيرة خناقة صغيرة تكبر وهتتطور. أرجوكم، لأن قضيتنا النهاردة قضية كبيرة، بس قبليها هقول بعض الأخبار. في عندنا 6 أخبار بالتحديد، وكل خبر ليه معنى عندي هتكلم عليه وعلق عليه. الخبر الأول بيتكلم على حاول تعدي علاقته، حاجة تكسف، ربة منزل تقتل شقيقة بمساعدة والديها بالمحلة. طبعا ده يعني احنا بنخصص فقر المخدرات، اكيد ده مخدرات ومش عارف ايه اللي حصل يعني. ونفسي برضو ان نقول يعني ان شاء الله ان شاء الله تبقى النسب في حدود الطبيعي، دي حالات شاذة مش هتقلقنا لكن مش عاوزينها تزيد، ربنا يسر. الخبر اللي بعد كده ده المدرس انا بقى عايز اتكلم عليه، ده تحرش ب 120 تلميذ ابتدائي بالاسكندريه. اكيد في بعض السنوات اللي كان فيها تسيب حصلت هذه الواقعه. ارجوكم لما بيحصل حاجه كلموا ولادكم وتابعوهم اول باول. اول ما نعرف انه في مشكله، لما تكلم بنتك او ابنك هتعرف الكارثه دي. تخيلوا 120 طفله تم التحرش بيها، والقضيه دي انا مش عارف يعني الحكم ده فصله. طب الموضوع الجنائي اكيد شغال، بس انا نفسي زي ما حصل في المغرب، المغرب عملوا حاجه بقى للموضوع المتحرشين عشان نخلص القصه من الاخر. يعملوا نزلوا الخبر ده يا جماعه بتاع المغرب، نفسي يتم هنا بعد ما نتاكد كده ويتم ويخلص الطعن والنقد وكل حاجه، يحصل اخصاء للمتحرش. ده في المغرب تم اقراره، هو الكتابه بتاعت الخبر مش موجوده عندكم. الخبر يا جماعه في المغرب اخصاء المتحرش، نفسنا ده يتم في مصر، ممكن ولا لا؟ شو حقوق الانسان ممكن تقول ايه؟ لكن لما يجي مدرس يتحرش 120 بنت، طبعا من بناتنا الصغيرين كارثه كبيره. الخبر اللي بعد كده بنقدمه زي ما قلت لكم، كل خبر ليه معنى وليه حكايه. بيعذب الرضيع بالحرق وكسر قدمه. ده زوج الام. ده زوج الأم في الإسماعيلية، لا حول ولا قوة إلا بالله. الصورة اللي بعد كده ده هزار، وبعدين دول بقى طلبة في كفر الشيخ دخلوا المعمل وفتحوا الأنبوبة بتاعت الإطفاء وصوتوا، وجات المدرسة، في مدرسة حامل، وطبعا يعني حاولت تنقذهم، فاكرة إن هم عندهم مشكلة في حريق ولا حاجة، فرشوا على المدرسة وعلى زميلتها البودر بتاع الحريق، واعتقد ان هم فصلوهم اسبوع. اعتقد ان ده غير كافي، دول لازم يطبق عليهم اقصى عقوبة تأديبية، ولازم المدارس بقى تعمل طرق جديدة. الحكاية بتاعت حدائق الاهرام، الطفل الناجي دوت اللي زوج امه قتل الام وطفلها، وده كان مديون وناس طلبته بالفلوس، فقتل الام، قتل بنته وبعدين انتحر. قصة بتكلم على ان على قد لحافك مد رجليك. قضيتنا اللي بنتكلم عليها، طالبنا بسرعة الفصل. الحمد لله شفنا في الاسبوع الماضي قضية القاتل اللي دخل على اسرة مكونة من 7 في خلال شهر، بعد اذاعة التفاصيل من خلال برنامج هو ده شاشة المحور، تم الحكم وأحالة أوراق المتهم للمفتي. الأسبوع اللي بعده قدمنا القضية بتاعة أحمد شربات وفي طنطا، وطالبنا برضه بسرعة الفصل. هنشوف بعض صور وفيديو للقصة وإحنا معاكم على الهوا، وبنشكر قضاء مصر العادل الحاسم القاطع دلوقتي، لأنه مثل هذه القضايا محتاجة مع تعددها والعنف ده تواجهه إزاي. إحدى الوسائل سرعة الفصل، فبعد كده طبعا في نقط، وطبعا بتاخد البحث من خلال تحريات المباحث والمحاضر ثم النيابة ثم يروح المحكمة على طول، ما يخشش بقى فرول طويل، لا يتم الفصل عشان أهل المجني عليه وعشان الجيران وعشان أهل المتهم ما يقولكش مش عارف إيه. هو ده قضاء مصر. نشوف، تعال نشوف معانا القضية اللي قدمناها منذ عدة أسابيع، من حوالي 2 أسبوع أو 3 الحمد لله. تعالوا معانا.
ورثه احمد بسيوني ابراهيم عبده، احمد شربات الشهيد، شهيد الغدر، عمره 21 سنه، كان حاصل له حادثه قبل حادثه جريمه القتل دهيت بشهرين، وكان ماشي على عكازين، كان حصل مشكله بينه بالناس في الشارع مع اخوه على كوبايه شاي، اتربصوا له وتهجموا عليه مره واتنين، واتدخلت الحكومه وخدتهم للصلح بينهم، وبعد ما خدتهم للصلح بينهم وخارجين من المركز كان في دخول الفجر اتهجموا عليه بالاسلحه، كانوا عاملين له كمين وضربوه، اتهجموا على صاحبه، اتهجموا عليهم وهم خارجين عزل من السلاح، ما فهمش اي حاجه ولا في نيتهم اي غدر بعد ما وضعوا وصولات امانه وكل حاجه، والحكومه شافت وعرفت ان هم قدام عينيهم كل حاجه والناس كلها شاهده بكده ان هو راح غدر، وهو طبعا اتوفى وقت ساعتها، لان معلش يعني مش واحد ولا اتنين ولا تلاته اللي كانت هجمه، هو واحد اللي قتله، بس هم ما اكتفوش حتى ان هو ضربه ضربه او مات وهو عاجز معرفش ولا يجري ولا يدافع عن نفسه، لا ده يعني ما خلوش في حته سليمه، ما خلوش في حته سليمه. انا الفيديو اللي كل ما بشوفه انا ما بعرفش ازاي اتحمل انه ينط برجل واحده وتحمل الضربه اللي كان ضاربها، ما بتحملش وهو داخلين عليه في السوبر ماركت بعد ما ضربوه ان يكملوا عليه او الوجع اللي كان مستحمله، يعني هو كان زي ما بيقولوا كده ابويا واخويا وابني وسندي، ما كنتش اعرف اتحرك حركه الا بيه، كفايه ان هو رغم ان رجله بينط برجل واحده علشان يناولني وانا تعبانه، فانا مش عايزه غير حق ابني، لو بدعي ربنا ياخد بايدي وبيقويني علشان خاطر بس انا عايزه اشوف حق ابني. الله يرحمه، وتحية للسيد وزير العدل والقضاة مصر الشرفاء، لأنه احنا بنتكلم تزايد بعض معدلات العنف زي ما بنشوفها، من أهم الأشياء سرعة الفصل في هذه القضايا حتى تكون جرس إنذار، وأيضا كل واحد بيفكر أنه يعمل حاجة زي دي جريمة لا تفيد. احنا معانا والدة أحمد بعد مرور عدة أسابيع على إذاعة هذا اللقاء، بقولك أهلا بيكي والبقاء لله وقلبي معاك، اهلا بيك يا ست. اهلا بحضرتك يا استاذ طارق. اعتقد الحمد لله بعد اذاعه الحلقه وبعد الجلسه، قول لي ايه اللي حصل في الجلسه الاخيره؟ الحمد لله، والله هو القضاء يعني القضاء انا ما كنتش متوقعه ان يحصل منه كده. كان يعني حاسه ان يعني هو كان متعاطف جامد، كمان بعد كل حاجه حصلت يعني بجد الله يبارك لهم، والله الله يبارك لهم. انا كنت مفكر ان حق ابني والله هيروح. لا احنا بنقدم ده رسالة لكل الجماهير من خلال هذه القصة والله. في نهج جديد سرعة الفصل في القضايا. والله الحمد لله الحمد لله. الحكم طلع ايه يا ام احمد؟ الحكم القاضي الجلسة اللي فاتت دي يعني اتأجلت جلسة واحدة والجلسة اللي فاتت دي حكم بحالة اوراق طه وخالد لفضيلة المفتي، يعني بالاعدام، هو حالة بياخد راي الدين. طبعا الحمد لله. لسه بقى في جلسه تانية اللي هي للاحكام للي كانوا موجودين. دي صوره القاتل طالعه دلوقتي بنقدمها لكل من تسول له نفسه. طبعا بعضها الحمد لله يعني كل بيقول يعني ما شفناش حكم زي كده بصراحه ربنا الحمد لله. لا ده حصل في حتت كتيره، في المنوفيه، في البحيره، من خلال هذه القصص بنقدمها رسالة. طبعا صوتك اختلف وشعرتي دلوقتي بان انت خدت حقك، يعني انا فرحانة. ايوة فرحانة، على الاقل هو كده ارتاح، انا ما خدتش عزاء يعني كده، حتى لو خدت عزاء هاخده وانا مرتاحة وحاسة ان حقه جاء، يعني مش مظلومين الحمد لله.
الحمد لله. يرضى عليك القضاء، وبرضو الفضل برضو لحضرتك يا استاذ طارق، والله الله يكرمك. لا الفضل ربنا يا ست، الفضل ربنا، ربنا والله العظيم. والمحامي بتاعنا الله يبارك له الاستاذ عمرو حشيش، يعني عمل معانا كتير، وهو قال لك يعني هو الحق والحق والقصاص يعني. انت دلوقتي عاوزك تقولي تحيا مصر من قلبك، شعورتي انا بقولها والله تحيا مصر. يعني احنا عملنا عمل لما عرفنا كده ودعينا دعا، يعني بجد بلادنا فيها حاجات حلوه كتير. يعني اللي يقول لك ما فيها ظلم، انا ما شفتش الحمد لله ظلم. الحمد لله انه الحمد لله حق ابنك قبل مرور انت الواقع. يعني انت احنا زينا الحلقه من قد ايه يا ام احمد؟ احنا زينها دلوقتي بقى لها في حدود شهر. يعني بعد 4 أسابيع تحقيقات شرطه ونيابه ثم جلسه والثانيه وتم الفصل في هذه القضيه. شوفوا شعور الام اللي ابنها قتل غدر. انت النهارده مش عاوز اقول فرحانه او سعيده، ولكن شعرت انك في بلدك خدت حقك وحق ابنك. الحمد لله الحمد لله. انا كنت ما كل ما احس ان حقه هيروح بضعف من جوايا وببقى متقطعه. ببقى يعني انا كنت ببقى تعبانه ومتقطعه، بس الحمد لله يعني انا حاليا مرتاحه ونفسيتي مرتاحه. الحمد لله يا ستي. الحمد لله الحمد لله. دلوقتي انت خذي عزاء ابنك وانت مطمئنه في بلد الامن الامان القانون. الحمد لله. شكرا لوالده احمد، شكرا ليكي وقلبي معاكي. خلي بالكوا لما بتحصل قضيه زي دي، الام او الاب بيبقى مكسور، بيبقى متضايق، بيبقى تعبان، بيقول ده هيجيب وهيعمل اشاعات وناس تقوم وناس تقول كذا، ناس حاجات كتيره بتحصل. لكن انت شفتوه معانا في خلال الحلقات الاخيره، كل بنقدم قضيه خلاص جلسه 2 وده اللي كان مطلوب. طبعا عدد القضاء والقضايا كتيره وحاجات كتيره، يعني عشان يتم سرعه الفصل ده مجهود كبير جدا. قدم التحيه لهذا النهج من السيد وزير العدل، من الساده القضاء ليهم كل تحيه. القضاء في طنطا بقدم لهم كل تحيه، كان نفسي يبقى معايا الاسماء احاول اجيبها الحلقه القادمه، بقدم لهم كل شكر وتحيه وشعروا بشكل جديد في مصر. احنا اتفقنا 2020 ان شاء الله هيبقى فيه حاجات كتيرة، حاجات حلوة، حاجات جميلة. الانشاءات ده جزء، لكن نفسنا في التعليم، في الصحة، في القضاء. بتشوفوا رؤية العين، دي قضايا بنقدمها لكم. كمل معاكم. ومن ضمن وانا بعلق على اخبار الجرائم، الناس المدمنة، الناس التعبانة، المرضى، ابعتوا لنا عشان مع صندوق مكافحة الادمان. لكن قبل ما نعمل المداخلة مع المريض دلوقتي او أسرته، هنشوف بعض جهود وزارة الداخلية في مكافحة المخدرات. تعالوا معنا. بعد رصدها لشخصين بالإسكندرية، كون تشكيلا عصابيا للاتجار في المواد المخدرة. الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أعدت لهما كمينا لتنجح في ضبطهما أثناء استقلالهما سيارتين بنطاق قسم شرطة أول العامرية، وبحوزتهما 1000 طربة لمخدر الحشيش تزن 100 كيلوغرام قبل أن يقوم بترويجها، فيما قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب7 ملايين جنيه. دي حاجة صغيرة من حاجات كتيرة، لكن انتوا بدروا وعالجوا ولادكوا، انتوا بدروا ونقفوا قدام المرض، ما ده مرض. احنا مش عارفين هنلاقيها منين ولا منين، لكن لما يكون ابنك بقى ولا بنتك ولا، دي مصيبة كبيرة. معانا والدة فه. أهلا بيك يا ستي. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا أستاذ طارق؟ أهلا بيكي. أخوك يا؟ اخويا فريد. بحضرتك احنا تعبنا معاه، تعبنا، وكل ما نروح مستشفى ما يقبلوهوش، مش عايزين يقبلوه خالص. طب حكايته، قول حكايته بسرعه كده مع برنامج هو ده. حكايته هو بياخد كل حاجه، بياخد كل حاجه، وبيشرب بيره وبيشرب خمره وبيشرب كل حاجه، وانواع البراشين كلها وانواع المخدرات كلها، بس ما عدا البودره وما عدا البنك، الحاجات دي ما بياخدهاش. بنخدم بالمره بقى، يعني اقول لك بياخد كل حاجه. طب هو بيشتغل ايه يا ستي؟ بيشتغل ايه؟ هو كان صنايعي حلواني، ودلوقتي بيشتغل على توك توك، بس خليناه في دنيا وقاعد في البيت. انتوا في منطقه ايه؟ انا في امبابه في شارع المطار. امبابه. طب هو سنه كام سنه؟ 41 سنه. هذا كبير يعني، ده متجوز وعنده اولاد؟ متجوز ومطلق، معاه عيل عنده 5 سنين. ما لازم يطلق طبعا. طب بيجيب فلوس منين؟ يعني هو لسه بيشتغل ولا بطل شغل ولا ايه؟ لا بطل شغل، هو دلوقتي ما بيصرفش، هو بياخد من اي حد فلوس، من اي حد، ممكن يفتح مطوى على اي حد وهو ماشي يرفع المفك عليه. فانبهدلنا انبهدلنا، انا لسه ضاربني قوي امبارح، والله لسه ضاربني ومبهدلني. خد منك فلوس؟ عشان خاطر الفلوس برضو. ايوه.
وسرق بقى اكيد سرق حاجات من البيت. سرق عنبوتين وسرق الجيران اللي جنبي اللي مؤاخذه عجل السمن بتاع التكاتك اللي جنبي سرقهم، سرق ثلاثه، فانبهدلنا في المنطقه وفضحنا فضحنا في جامد. طب بس انا عاوز اقول لك على حاجه، لازم يبقى عنده استعداد للعلاج. هو بالحاله دي انا مش عارف ده المفروض تقبض عليه بالسرقه ده. ما هو احنا مش عارفين نوصل لاي حاجه خالص معاه. ده قصه عجيبه يعني، ده مفروض انه يحاكم بالسرقه، سرقه الجيران، ويتحبس اثناء الحبس اعتقد يعالجوه يعني، ولا انت خايفه عليه يعني؟ قصدي حاجه مخالفه قانونا. هي والدته كمان عايزه اكلمك. ايه؟ طب اكلمها يا ست. الو. ايوه ام فريد. هو اسمه فريد. ازيك ستي؟ الله يخليك يا رب ويكفيك شر الطريق. ربنا يكرمك. انا طبعا يعني انا عارف حاسس بمشكلتكو، بس انتوا سبتوه ليه كل السنين دي؟ ابوه متوفي بقاله سنه. البقاء لله. لا اله الا الله. وانا واخته بس اللي قاعدين في البيت، واخواته طبعا بره، انت عارف كل واحد متلهي يعني، هم ارزاقيه ومتلهيين بعيالهم وبحالهم. بس هو مبهدلنا انا وبيضحك الشارع كله علينا والمنطقه كلها، بيقعد يرقص في الشارع ويتكلم كلام ملوش ريحه اللازمه خالص، ومش واعي في الدنيا ابدا. هو جنبك دلوقتي اكلمه ولا بره؟ لا هو مش، هو لو عرف ان انت هتكلمه هيسيبنا ويمشي. طب ما هو صندوق مكافحة الإدمان الشرط إنه لازم يبقى عنده استعداد للعلاج. لا هو مش بيقول لي، لا أنا ما فيش حاجة، أنت اللي بتديه عليا كل ده. هو أنا عايزة حد يحجزه يعني، إن هو ما يطلعش تاني. ما أنا رحت الدمرداش ورحت اسمها إيه دي، ورحنا القصر العيني ورحنا العباسية. وإيه اللي حصل؟ لازم يبقى بإرادته هو. طب هو مش عايز ورافض الحاجة دي، طب أنا عايزة حد يقفل عليه حتى لو 20 يوم ولا حاجه. ده ليه في صندوق مكافحة الإدمان ليه معاملة خاصة وليه طريقة خاصة، بس لازم مش عارف بقى يتعمل له محضر ولا ايه. هنشوف الإجراءات وهقول لك وهتابعك. يا رب يكفيك شر الطريق. ربنا يكرمك يا ست. مشكلة كبيرة يا جماعة، خلي بالكوا. اوعى تفتكر اللي تحرش بشقيقته ده في بداية الجزء ده وانا بتكلم في الحلقة، ما ده واخد مخدرات، وده اللي بيضربهم عشان يسرق وعاوز يثبت أي حد، ما دي مخدرات. نص او 90% من كل الحاجات الغريبة العجيبة اللي موجودة بتقروها مين دول؟ بسبب المخدرات. ده واحد. اتنين، كان في نقاش مجتمعي شفته، الموسيقى بتاعت المهرجانات ونجاحها، طب نمنعها، طب نعمل ايه؟ ما ده جزء من اللي بيشغل، لانه في موسيقى معينة ساعات بتخدر، لكن دي بتساعد برضو على كده. هل الدولة قادرة انها تمنع وتحط موسيقى بديلة؟ لا. طب نعمل ايه؟ لازم يحصل توازن، لازم انطاق، يحصل انتاج موسيقي معين من وزارة الثقافة، وزارة الدولة للإعلام، الهيئة الوطنية للإعلام، القطاع الخاص، حاجات بشكل معين تعمل توازن. التوازن المجتمعي اللي ده بيعمل بيئة كويسة. الكلام ده كله مرتبط، الناس دي عايشة في عالم لوحدها. مزيكا معينة تلاقيه ماسك راكب التوك توك وعمال يعمل كده، هو واخد الحباية. وتفتكر ده شغل قرآن؟ تفتكر ده يشغل بتلوموني ليه؟ لا، بيشتغل دب دب والحاجات دي. احنا بنواجه ظاهرة مجتمعية محتاجة دراسة، واكد المجلس القومي للبحوث الاجتماعية ليه دور في ده. شفتوا الست بتحكي 40 مشكلة في مشكلة واحدة، ضرب الست وبنتها والجيران، وبينزل ويرقص في الشارع، بياخد كل المخدرات وبيساب، مشكلة كبيرة. معلش بطول عليكم، بس بشرحها لبعض الناس اللي محتاجين ده. وانت لو ابنك او بنتك كده بلغ عليه في الاسم امام المحضر، باب اولى يعني. بكمل معاكم، والنهارده بنكمل مع مصر الخير مشروع صغير. المشروع ده تروسيكل، بس مهم، مهم جدا، لانه ده محتاجه. تعالوا معانا مع برنامج هو ده. ماسك في ايدي تمام؟ ماسك امتى؟ ده مشوار الحياه، دي قصتنا. وليد نبيل من شبرا الخيمه، بيشتغل في العبور، خريج تجاره، متزوج وعنده 3 اولاد، و
الراجل بيكافح بيشتغل رب أسرة، بس نفسه في حاجات كتيرة. طبعا حركته صعبة زي ما انتوا شفتوا، هو حبيبي يعني. أنا أول مرة يعني أقابله وجها لوجه. كان رسائل، رسالة كاتب إيه بقى؟ كنت كاتب لحضرتك إن أنا كنت محتاج تروسيكل إن أنا أقدر أروح بيه شغلي، لأن المواصلة صعبة عليا، وأقدر برضو تشتغل بيه بقى وأعمل برضو يعني يدخل لي يعني رزق لأولادي ويخليني أقدر أكافح في الحياة. أولادك سنهم قد إيه؟ في تالتة ابتدائي وكي جي 1 ولسه 4 سنين. ربنا يخلي. الله يخليك. مشوار الحياة. عاوز تشكر مين قبل ما نشوف مشكلتك؟ أشكر حضرتك جدا جدا، وإن ربنا استجاب على إيديك، وطبعا مؤسسة الخير وكل القائمين مع حضرتك، وربنا يا رب يجعلك دايما كده تخلي الابتسامة دايما على وجوهنا زينا. ربنا يخليك. انت مش قادر توقف، تعبان؟ اصابتك ايه؟ شلل الاطفال سوري من وانا عندي سنه ونص. انت بتروح شغلك ازاي بقى؟ ربنا بيساعدني، الناس بتساعدني، وان انا بركب اوتوبيس. وليد نبيل المكافح اللي بيحلم ببكره يبقى حلو. بكره حلو لما احنا نقف مع بعض. انا بحيي مصر الخير والتروسيكل اللي هيبقى مشروع وكمان وسيله مواصلات مع برنامج. هو ده، هي دي الحياه الحلوه الجميله. بشكرك يا وليد على كفاحك. حبيبي واخويا في الوطن. ربنا يخليك. ميرسي جدا، ميرسي جدا استاذ طارق، وربنا يخليك ودايما يجعلك كده ترسم البسمه على وشنا. تعرف تسوق تروسيكل ولا ايه؟ باذن الله. طب اجمد باذن الله. يلا وليد، بقول له مبروك مع مصر الخير. بيبدا حاجه هو ده. خليك دايما وش الخير. رجعنا معكم على الهواء. بشكركم، بشكر فريق العمل، بشكر كل اللي شاركونا النهارده. حلقه هنقول عليها خاصه جدا بعيد ميلاد برنامج هو ده. بشكر كل مشاهدينا في كل العالم اللي شاركونا، سواء في امريكا، في فرنسا، في المانيا، في السعوديه، وكمان من المغرب. كان في زميله مذيعه من صوت العرب من المغرب، واعتقد في بعض الزملاء من السودان ودبي في الحلقات القادمه. وفي ناس بعتت لي فيديوهات من السعوديه نقدمها تباعا. اللقطات اللي شفتوها من الهند مثلا، ناس بتقول هو ده يعني قناه المحور، يعني هذا البرنامج من خلال هذه القناه اللي بحييها، بحيي كل اللي عاملين فيها. واحنا في عيد ميلاد برنامج هو ده. بشكركم ونتواصل دايما معاكم. ابعتوا لنا الاحلام، الفقرات اللي انتوا نفسكم فيها اللي احنا نقدمها خلال الحلقات القادمة. بكرر شكري كل تعاون معانا مؤسسات أو هيئات. بشكر وزارة الصحة، قدمنا كشف بعدد كبير من بعض الحالات الطارئة المستعجلة. الدكتور خالد عاطف بفريق العمل للحالات الطارئة والعمليات الجراحية بيشتغل على قدم وساق كل أسبوع عدد معين من الحالات، الحالات اللي محتاجة دعم وزارة التضامن، وزارة التموين، وأيضا بعض الأحلام اللي بنقدمها مع المؤسسات الكبيرة. ابعتوا لنا على طار علام تي في او هو ده خلال شاشه المحور. بشكركم، بشكر ربنا، واحنا بنبدا معاكم عام جديد من خلال هذا البرنامج. نقول فيه كلمه حلوه للوطن، واقول يا رب نبقى دايما ايد واحده، كلنا ايد واحده، نتجمع حوالين علم مصر وكلمه مصر وتحيا مصر. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.